زعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون يفشل في نيل الثقة في البرلمان السويدي كرئيس للحكومة بعد أن صوتت الأغلبية في البرلمان اليوم ضده. 195 نائب قالوا لا مقابل 154 قالوا نعم لصالح كريسترسون. وكان زعيم المحافظين يحتاج تجنب أغلبية الأصوات في البرلمان ضده، ما يعني أن تصويت حزب الوسط كان حاسماً. أولف كريسترسون يقول في حديث مع الصحفيين بعد جلسة الثقة بأنه فقد الفرصة في إصلاح الكثير من المشاكل، مشيرا إلى أن التحالف سيبقى مستمرا. كريسترسون أوضح أنه إذا لا يوجد بديل آخر أمام رئيس البرلمان فقد يتم تكليف ستيفان لوفين تشكيل الحكومة. وزارة الخارجية البريطانية ترفع من مستوى التحذير حول احتمال وقوع هجمات إرهابية في السويد تستهدف أماكن للسياح الأجانب، وترى أن هناك خطرا متزايدا حسب ما تعتقد. شرطة الأمن السويدية سيبو ردت بأن لديها معلومات حول حدوث تلك التغييرات، لكنها أكدت أنها لن تعلق على التقييمات التي تقوم بها دول أخرى. المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني يؤكد أنه لا يوجد في الوقت الحالي خطط محددة للقيام بعمليات ترحيل إلى سوريا، وأضاف في حوار مع دي دبليو بأن هناك جهودا ضخمة تبذلها الحكومة الاتحادية بالإشراك مع جهات أخرى في أجزاء من سوريا للمساهمة في تحقيق استقرار جوهري في الأوضاع والاستثمار في البنى التحتية هناك.